وتسابونا. أنا كنت سألتك عن عيد الميلاد وميعاده، ما بنتكلمش على 25 و7، نتكلم على فعلا يعني امتى يحتمل كان وقوع عيد الميلاد. أنا كنت عملت كتاب بعنوان الميلاد البتولي والظهور الإلهي. هو في إجابة السؤال ده في عنوانين، عنوان منهم بيقول السنة التي ولد فيها المسيح، والتاني اليوم الذي ولد فيه المسيح. فمن جهة السنة التي ولد فيها المسيح بيقول إن هو حدث سنة 5508 للخليقة منذ آدم، حسب التاريخ اللي بتتمسك به الكنائس الشرقية. بحسب رواية يوسابيوس القيصري بيقول إن المخلص اتولد في السنة 42 من حكم أغسطس قيصر، وفي السنة 28 بعد إخضاعه لمصر. في واحد اسمه ديونيسيوس أكسيكوس بيقول إن السيد المسيح اتولد سنة 753 لبناء مدينة روما. طبعا كان زمان التقاويم كانت بتتحسب بعمر الإمبراطور، يعني الإمبراطور ملك سنة كذا يقولوا الفترة الفلانية من حكم الإمبراطور فلان أو من تأسيس مدينة روما. فبيقول إن المسيح اتولد سنة 753 لبناء مدينة روما، وكان هيرودس الكبير ملكا على اليهودية. وفي النهاية الدراسات أثبتت أن ديونيسيوس إكسيغوس ما كانش مصيب لما حدد تاريخ ميلاد الرب بسنة 753 لمدينة روما، إذ جاءت حساباته متأخرة 4 أعوام على الأقل. وبيثبتوا كده إن يوسيفوس المؤرخ اليهودي بيقول أن هيرودس الكبير مات قبل سنة 754 لتأسيس مدينة روما، والمرجح إنه مات سنة 750. فدي كلها كانت محاولات علشان يحددوا السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح. بنخلص بعد دراسة طويلة وأبحاث وموضوع يعني متشابك، ركزوا على التعداد اللي ذكره القديس لوقا، كان سنة 62 ميلادية. لو كان هذا التعداد يجري بانتظام في كل أجزاء الإمبراطورية، فلا بد أنه قد جرى تعداد في الأعوام 8 قبل الميلاد، وبعدين 6 ميلادية، وبعدين 20 ميلادية، و34 ميلادية، و48 ميلادية. وهناك أدلة على أنه قد جرى تعداد فعلاً في سنة 20 ميلادية، ويبدو من هذا أن يسوع قد ولد في فترة التعداد اللي جرى سنة 8 قبل الميلاد. بناء على كل ما سبق بيصبح من المستحيل نعين تاريخ محدد لميلاد يسوع. فلو اعتبرناه أنه حدث سنة 7 قبل الميلاد، فلازم نكون الأمر ده يحتاج إلى أنه يفرق سنة أو أكتر برضو بالزيادة والنقصان. موضوع طويل طويل طويل، والآخر استقروا في النهاية أن السيد المسيح اتولد 4 قبل الميلاد بحسب التقويم اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. أما من جهة اليوم اللي اتولد فيه السيد المسيح، ويمكن ده سؤالك يا استاذ عادل، في البعض زي العلامة كليماندس قال ان هو اتولد في 20 مايو، والبعض الاخر قال اتولد في 20 ابريل، والبعض الاخر قال في 17 يناير. ده مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده العلامة كليماندس السكندري.
هيبوليتوس اللي عاش في القرن الثالث بيعلق على نبوءة دانيال النبي، وبيقول إن المسيح اتولد يوم 25 أكتوبر، ولكن كلامه بيفتقر إلى حجة علمية. أكثر النقاد بيقولوا إن النص ده أدخل على كتابات هيبوليتوس وليس هو صاحبه. في كتاب اسمه تأريخ عيد الفصح مجهول الهوية، بيرجع لسنة 234 ميلادية، بيحدد أن ميلاد المسيح كان 28 مارس. دي بعض الآراء اللي ظهرت في القرن الثالث، ما كانش تحدد إمتى بالضبط السيد المسيح اتولد، اليوم اللي اتولد فيه. بالنسبة لكنيسة روما، هي أول كنيسة عرفت الاحتفال بعيد الميلاد في أوائل القرن الرابع الميلادي كعيد مستقل قائم بذاته يعني. لكن الشرق المسيحي كان بيحتفل بعيد الإبيفانيا اللي هو عيد الغطاس أو عماد الرب في مياه الأردن يوم 6 يناير. وبعدين الشرق بدأ يفصل ميلاد المسيح عن عيد الإبيفانيا وخلوا عيد الميلاد عيد مستقل قائم بذاته. لكن في مصر لم يعرف عيد الميلاد مستقلا قائما بذاته منفصل عن عيد الإبيفانيا إلا في القرن الخامس الميلادي. وفي الآخر استقر يوم عيد الميلاد إنه 25 من ديسمبر، كان يوم 6 يناير للاحتفال بميلاد الرب وعماده، وبعد كده خلوا 6 يناير هو عيد الغطاس، وخلوا عيد الميلاد يوم 25 ديسمبر. إيه السبب اللي خلوه 25 ديسمبر؟ إنه في حاجة اسمها التقويم الفيلوكالي، ده التقويم ده مارسته كنيسة روما في القرن الرابع الميلادي. ففي يوم 25 ديسمبر مكتوب في هذا التقويم ميلاد المسيح في بيت لحم اليهودي، واليوم ده أخذوه لسبب أن النبطيون العرب كانوا بيحتفلوا بمولد إلههم كان اسمه دوسار. وفي يوم 25 ديسمبر كان إعادة تدشين هيكل أورشليم في زمن المكابيين. براهين كتيرة بترجح يوم 25 ديسمبر إنه هو يكون يوم ميلاد السيد المسيح. العظة 202 للقديس أغسطينوس بيقول لهم اوعوا تحتفلوا بالعيد يوم 25 ديسمبر لئلا نكون بنعبد الشمس زي الوثنيين، بل بالحري نعبد خالق الشمس. لون الكبير اللي هو أسقف روما بيتكلم عن مسيحيين احتفلوا بيوم الشمس في 25 ديسمبر بدل من ميلاد المسيح. ميلاد الشمس كان عند الشعوب القديمة في 25 ديسمبر، والآخر استقروا أن هذا هو يوم عيد الميلاد. لكن المسيح بيبقى مولود في الكنيسة على المذبح كل قداس، هذا هو الأهم يعني. شكرا يا أبي. إيه شكرا.